الاتوبيسات بتاعتنا بتنقل الناس. تقول للاخوه كده لقاء خاص مع النجم الكبير خالد الصاوي. احنا هنخطف المحكمه. في التاسعه مع يوسف الحسيني كيف تقمص دور نائب مرشد جماعه الاخوان الارهابيه. مفاوضات ثنائيه باذن الله واضحه. في مسلسل الاختيار وكيف امتلك مفاتيح الشخصيه. الشعب المصري بيكتب تاريخه بنفسه. أسرار وكواليس رحلته الاستثنائية في دنيا الفن من دهاليز المسرح لجماهيرية السينما. ناوي تعمل ايه؟ نجومية تزيدها السنين بريقا وتمكنا. انا بحاول ان انا اعمل حاجة ليا انا. التاسعة مع يوسف الحسيني الثلاثاء في العيد على قناة مصر الأولى.